انا سميتي فاطمه، العمر ديالي 30 سنه، نواحي الشماعيه عندي 30 سنه. القصه ديالي بانني ملي كنت صغيره ما كملتش الدراسه ديالي على شي ظروف، مهم ظروف ديالي بان يعني الوالد ديالي كان قاصح معنا شويه وسمحت في قرايتي ما كملتش. المهم خدمت في الديور وانا صغيره والحمد لله. كانوا عندي خواتي 10 سنين خدمت في الديور على اساس خواتاتي الصغار باش ما يعيشوش نفس الظروف اللي عشتهم انايا. يعني انا حتى شي عيد ما عمرني فرحت فيه ولا لبست حوايج زوينين، ولا مثلا كانت مثلا شي عائله مجموعه ومشروكه. مهم كنت كنخدم الحمد لله وحدي راسي، اللهم لك الحمد. كنتلاقى مع دارنا غير في الاعياد والمناسبات. من بعد كانت صعيبه بزاف، اي تكرفيس يفيقوك مع الفجار، يعطوك الفراكه تصبين يعيروك يضربوك يستهزئوا بك، ولكن الحمد لله بعدا بها باش قاومت العائله ديالي ووالدي الحمد لله. واخا الوالده كانت مفارقه مع الوالد ديالي لحد الان، يعني عندنا مشاكل. وكان كنت انا يعني قلت لك خدمت وتشرت ودازوا عليا ظروف، وتا خويا هكاك، تا خويا مسكين تعاطى المخدرات والبلية، يعني مرض تا هويا مرض نفسي، وعشنا واحد الظروف اللي قاسيه. ولكن الحمد لله، لان الله سبحانه وتعالى اذا حب عبدا ابتلاه. اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر. كي دايره دابا الظروف ديالك حاليا؟ ما اش غادي نقول لك، الظروف ديال جيت دفعت على اساس باش نخدم، تقبلت في شي وزينات، ولكن المشكل ديالي بانني الحاله الماديه ما عنديش، يعني ما عنديش يعني الماده باش غادي نكري وبزاف ديال الحوايج. وعاد انا كان عندي مرض مزمن والمسؤوليه ديال الدار هزها انا كلها، الوالدين الخوت، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. كنتمنى من خوتي يتعاونوا معايا ويديروني بحال الاخت ديالهم، يعاونوني معنويا وماديا ولو غير بدعوه ديال الخير. اللهم لك الحمد، يدعيوا معايا ولو اللي عنده باش يعاونني يعاونني، اللي ما عندوش يدعي معايا دعوه زوينه ولو غير ديال الخير. حتى استقرار، حتى حنايا ما عندناش حتى استقرار، فين يعني عايشين واحد الظروف. حنا خارجين على الشماعيه شويه، جينا في واحد الفيلاج، حتى العيشه عندنا مكرفصه ماشي. وانا حاليا اصلا عندنا ظروف ومشاكل مع الخوت الوالدين، يعني انا بالامكان ديالي خاصني نخدم ونعوض كل شيء لدارنا. يعني حتى الا مشيت ثاني من هنا للعيد مشيت انايا فرحانه وبخير وعلى خير ورجع لخدمتي كيف كنت. والله يدير تاول ديال لا، حاليا ما خداماش، يلاه تقبلت في الوزين، ولكن خاصني بزاف ديال الحوايج وفلوس الكرا، وراك عارف. دابا فين ساكنه؟ حاليا كنت جالسه عند شي ناس في الخميس ايت عميره، ويلاه جيت لايت ملول، يلاه حساب يلا جيت لقيت ملول على حسب الكرا وحسب الخدمه. هادشي اللي كنطلب من خوتي. ما قريتش، ما كملتش قرايتي الحمد لله. تعلمت شويه واستفدت والحمد لله. ما قريتش، ما عشت واحد الظروف اللي مزيانه بحالي بحال اي انسان. عشت واحد الظروف اللي مثلا تكرفصت شويه وتقهرت وبزاف د الحوايج، يعني ما لبستش حوايج زوينين ما، ولكن الحمد لله كنتمنى والاخر ديالنا يكون زوين.